الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بدأ المصنف يذكر أحكام بيع الأصول والثمار، والمراد بالأصول عند العلماء نوعان: أصول الشجر والأصول في الأراضين، ويدخل فيها البيوت ونحوها. وهنا إنما تكلم المصنف عن النوع الأول، وهي الأصول التي يكون فيها الثمر من شجر وأرض يكون فيها الزرع. وقال صلى الله عليه وسلم، طبعا قبل أن نذكر الحديث لكي نعلم مثال الأصل والثمرة: الشجرة أصل، والثمرة التي عليها هذه ثمرة، الأرض أصل، والزرع الذي ينبت عليه من قمح وغيره ثمرة. بيع الثمار والأصول له ثلاث حالات: إما أن يباع الأصل مع الثمرة معا، فحينئذ يجوز مطلقا ولا عندنا فيه إشكال. الحالة الثانية أن يباع الأصل وحده دون الثمرة، فهذا يجوز وله تفصيل أحكام سيورده المصنف. يجي شخص ويقول: بعتك الأرض دون الزرع، أو يقول: بعتك الشجرة دون ثمرتها، سيأتي بعد قليل ما حكمه. الحالة الثالثة أن تباع الثمرة وحدها دون الأصل، فهذا يجوز في حالة دون حالة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه. نعم، هذه صورة بيع الأصل وحده دون الثمرة. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا، أي أصلا، وسكت عن الثمرة فلا تكون الثمرة داخلة في العقد، بعد أن تؤبر. المراد بالتأبير في الأصل واللغة هو التلقيح، والعلماء لما أوردوا هذا الحديث قالوا إن التلقيح أمر خفي. أنتم تعرفون النخل، طلع النخل تلقيحه علمه عند الله عز وجل. كثير من النخل إنما يلقح بالريح، وخاصة إذا كانت النخل طوالا عيدانا بجانبها فحل، فإن الريح تنقل التلقيح. ولما كان التلقيح مظنونا قالوا إن الشارع إنما ينيط الأحكام بالظاهر، فحينئذ نجعل العبرة بالتشقق، إذ التشقق مظنة التلقيح، والمظنة تنزل منزلة المئنة. فحينئذ نقول إن النخل إذا تشقق طلعه، فهذا معنى فثمرته للبائع ولا تكون للمشتري. وأما قبل التشقق فإن الثمرة تكون للمشتري وإن لم ينص عليها في العقد. قال: إلا أن يشترطها المبتاع. معنى قوله إلا أن يشترط المبتاع يعني أن يقول المشتري: اشتريت الشجرة والثمرة معا، فحينئذ يكون داخلا في بيع الأصل والثمرة، فحينئذ يجوز ولا إشكال فيه. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا. نعم، قال: وكذلك سائر الشجر إذا كان الثمر باديا ولو لم ينضج، ما دام قد بدا وظهر من أكنانه، فإنه حينئذ يكون للبائع، وقبل ذلك يكون للمشتري، إلا طبعا أن يتفق على أن تكون للمشتري فيكون ببيع الأصل والثمر معا. ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة. هذا الأصل هنا هو الأرض، والثمرة هو الزرع الذي ينبت ويحصد مرة، مثل القمح والشعير وغيرها من الأمور. فهذه الأصل أنها إذا كانت خرجت من الأرض وظهرت فإنها تكون للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. فإذا كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. نعم، قال: إذا كان يحصد مرارا، مثل البرسيم يقطع، ومثل النعناع، ومثل الجرجير يقطع مرات، أو كان يلقط لقطات مختلفة، قال: فالأصول للمشتري، أي أصل الشجرة والعرق الذي يكون في الأرض للبرسيم وغيره والنعناع والجرجير، فالأصل تكون تابعة، تكون للمشتري الذي اشترى الأرض. قال: والجزة الظاهرة، يعني التي الأولى عند البيع، تكون للبائع الجزة الأولى فقط، ومثله اللقطة الأولى إذا كان مما يلتقط أكثر من مرة، مثل الطماطم ومثل الخيار وغيره،
إذن فاللقطة الأولى والجزة الظاهرة تكون للبائع. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. نعم، هذه مسألة أخرى. الأولى بيع الأصل دون الثمرة، هذه بيع الثمرة دون الأصل. القاعدة عندنا أنه لا يجوز بيع الثمرة مفردة دون أصلها إلا بعد بدو الصلاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وقوله نهى البائع والمشتري يدل على أن العقد باطل، إذ لو كان النهي متجها لأحد المتعاقدين فإنه يكون معلقا على خيار الثاني، وإنما نهي المتعاقدان معا، فدل على بطلان العقد بالكلية. طيب، لا يستثنى من ذلك إلا صورة واحدة يجوز أو صورتان يجوز فيهما بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. من هذه الصور أن تباع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط جزها في الحال، أنك تقطعها الآن. بعض الناس يكون عنده تمر، وهذا التمر من نوع رديء، يقول لو صبرت حتى يخرج الرطب فسيكون أرخص من ما أتصور، فقبل بدو الصلاح أريد أن أبيعه فيأتي المشتري فيجزه ويجعله للبهائم، للبهم، فإن البهم تأكل التمر وهو مفيد للحمها، فحينئذ جزه في الحال قبل بدو الصلاح، يجوز بيعه ما دام منتفعا به لكن بشرط جزه. وأما إذا أخر بعد ذلك حتى نما ولو شيئا قليلا فإن العقد حينئذ يكون باطلا. من الصور التي يجوز فيها ذكر أنه إذا بيع مع أصله وهكذا. نعم. وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته، وفي لفظ حتى تحمار أو تصفار. نعم، بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الصلاح، قال حتى تذهب عاهته، لأن إذا بدا الصلاح بأمر الله عز وجل الآفة تكون أقل. وفي لفظ حتى تحمار أو تصفار، أي في الثمار يكون لونها أحمر أو يكون لونها أصفر. وأما العنب فإن بدو الصلاح فيه أن يتموه حلوى، الذي يعرف العنب هو يكون مرا ثم ينقلب حلوا إلى ضده، فإذا بدأ يتموه يعني يصبح فيه ماء ويصبح حلوا فإنه في هذه الحالة يكون قد بدا صلاحه، وأهل الطائف يعرفون ذلك فإنهم أهل عنب. طيب، بدو الصلاح يقولون إن بدو صلاح ثمرة واحدة بدو لصلاح جميع الشجرة، وبدو صلاح شجرة واحدة في البستان يأخذ بدو لصلاح، يعني ينقل الحكم لجميع الشجر في البستان الواحد إذا كان من جنسه، لأن في بعض المناطق مثلا يكون عندهم ثلاثة أنواع من الخوخ، شجرات مختلفات من الخوخ، فنقول الخوخ الأول بدا صلاحه، الثاني لم يبدو صلاحه فلا يجوز بيعه لأنه ليس من جنسه ولا نوعه. نعم. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن. نعم، يعني بدو الصلاح في الحب هو الاشتداد. وقال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. نعم، هذه مسألة متعلقة ببيع الثمرة بعد بدو الصلاح. من باع لغيره ثمرة بعد بدو صلاحها ثم أخر جذها أو حصادها فإنه يجوز له إبقاءها لحين الجذاذ بشرط أن يكون قد بدأ الصلاح، فبين بدو الصلاح وبين الجذاذ قد يكون فترة طويلة، أسبوعين، ثلاثة، أربعة، يجوز له ذلك. فخلال تأخيره لها جاءت آفة سماوية، برد، مطر، جراد، غير ذلك من الآفات السماوية التي ليست بفعل الآدميين، الضمان يكون على من؟ نقول إن الضمان يكون على البائع، للحديث لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائفة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. من حيث التعليل أننا نقول إن العين المباعة قبل قبضها تكون في ضمان البائع، لأن يده يد ضمان. لو أن شخصا باع لآخر سيارة، انظر لهذا المثال عشان نعرف القاعدة وأنها ليست مخترمة في قضية بيع الجوائح. لو أن رجل باع لآخر سيارة ولم يقبضها المشتري، ولم يكن ذلك بامتناع من المشتري، ما قال له تعال تعال ورفض، ولكن جرت العادة به أنه قال سأسلمها لك غدا مثلا،
وخلال هذه المدة بعد التعاقد وقبل القبض من غير امتناع من المشتري، أي من امتناع منهم في القبض، جاءت آفة على السيارة فأتلفتها، فضمانها على البائع، لأن يده يد الضمان، والأيدي ثلاثة: يد أمانة، ويد ضمان، ويد تعد وغصب، والرابعة يد الملك. وفرقنا بين يد الضمان ويد التعدي، لأن يد التعدي، لأن الضمان قد يكون بالعقد مثل ما سيأتينا في العارية. نعم. باب الخيار وغيره. نعم، تكلم المصنف بعد ذلك عن أحكام الخيار، وقوله وغيره يعني لأنه سيورد في ذلك بعض الأحكام على سبيل الاستطراد. يحص نسخة صحيحة، النسخة فيها نسخة لأن فيها خطأ، صحيحة باب الخيار قصدي؟ باب الخيار صحيح. نعم. وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية. نعم، يقول الشيخ إذا وقع العقد أي اللازم، لأني أريدك أن تعلم أن العقود الشرعية نوعان: عقود لازمة وعقود جائزة. أما العقود الجائزة فهي التي يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخه، وأما العقود اللازمة فإنها إذا تمت بأركانها وشروطها فإنها تكون لازمة، ليس لواحد من المتعاقدين فسخه إلا بسبب الأسباب الشرعية كالخيار أو التراضي، وهي الإقالة، أي التراضي على الفسخ. أما العقود الجائزة فيجوز فسخ لكل واحد من المتعاقدين فسخها، مثل الوكالة، الموكل والموكل يجوز لكل واحد أن يفسخ العقد ابتداء. فمنها إذن فقوله وإذا وقع العقد صار لازما ليست كل العقود، وإنما العقود اللازمة. أسأل الآن فأجيبوني: البيع أهو عقد لازم أم جائز؟ جائز، جائز، لازم. لا لازم، لازم. هو جائز شرعا لكنه لازم حكما. إذن فقولنا إنه جائز ولازم ليس معناه أنه حلال وحرام، وإنما هل يجوز الرجوع فيه من غير تراض أم لا، هذا معنى اللازم. الإجارة لازمة، الجعالة جائزة من عقود الجائزة، الكفالة والضمان هذه يقولون جائزة من طرف لازمة من طرف، وسيأتي إن شاء الله في محله. بدأ يتكلم المصنف عن بعض الأمور التي يحصل بها الفسخ، وهي موجبات الفسخ بالخيار. نعم. فمنها خيار المجلس. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، متفق عليه. نعم، بدأ المصنف بأول أنواع الخيار وهو خيار المجلس، وسبب البداءة به لأنه أول الخيارات وجودا. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من حديث نافع عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. قال أهل اللغة ومنهم ابن الأعرابي قال: إن التفرق يكون بالأبدان، والافتراق يكون بالأقوال. هذا من باب الرد على من قال إن المراد بيتفرق أي يتفرق بأقوالهما، وليس ذلك كذلك، إذ لا يكون هنا خيار. قال: ما لم يتفرق وكان جميعا. إلى هنا نقف، ثم سأرجع بعد قليل لأتتمة الحديث. خيار المجلس ما كنهه؟ أن الرجلين إذا جلسا في مجلس، أو المتعاقدين رجل أو امرأة، ثم تبايعا، فإنه يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخ العقد من غير رضا صاحبه، بشرط ألا يتفرقا من المجلس، لأجل هذا الحديث، ولأن فيه حكمة، أن الشرع من الحكم العظيمة والمقاصد عنده ألا يكون العقد سببا في التندم، فجعل الشرع لكل عاقد برهة من الزمن يراجع فيها نفسه، ويجعل له خيارة هل يمضي العقد أم لا، فلك أن تمضي العقد ولك أن ترجع فيه، ويلزم مقابلك بالرد. وهذا من مقاصد الشرع، فإن الشرع لا يريد فقط مجرد العدل، وإنما ينظر لإزالة ما في النفوس. والناس كثيرا ما يقعون في أمور عجيبة، يبيع فيندم، ويأتيه الشيطان بعد لحظات من حين تعاقده فيسبب له يعني في نفسه حرجا كثيرا،
ولذلك حينئذ شرع الله عز وجل لحكمة عظيمة جدا وهو ما يسمى بخيار المجلس. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن خيار المجلس يبدأ من حين التعاقد وهذا واضح وهو الإجاب والقبول، لكن متى ينقضي؟ قال ينقضي لحين أن يتفرق من المجلس، فإذا تفرق من المجلس فحينئذ انقضى، أي انقضى خيار المجلس. قال ولو طال مكثهما، فلو كان المتعاقدان في مجلس واحد وجلس فيه 10 ساعات فإن الخيار مستمر، بل لو نام جميعا أو نام أحدهما ولم يتفرق من المجلس فإن الخيار باق لهما. إذن لا بد من التفرق من المجلس، ولذا عني العلماء ببيان ما المجلس، فقالوا إن كان قد تعاقد في مجلس محاط كبيت ونحوه كغرفة يعني ونحوها، فإن الخروج من هذا المجلس الذي هو الغرفة فإنه يكون خروجا من مجلس التعاقد إذا خرج من الدار التي هو فيها. وإن كان في مكان مفتوح تبايع، أنا لن أمثل بالبيع هنا في المسجد الحرام لسبب عظيم جدا وهو لا يجوز، أن البيع في المساجد حرام ولا ينعقد باطل، ولكن نقول لو تبايعنا خارج ساحات المسجد لأن ساحات المسجد من المسجد، فكيف يكون انقضاء المجلس؟ قال إذا غاب أحد المتعاقدين عن الآخر في النظر، لا لم يره لوجود أناس فرقوا بينهم لابتعاد وهكذا. الحالة الثالثة إذا كانوا في فلاه، في فلاه أنتم أثنان في صحراء، مد البصر 5 كيلو، متى ينقضي هذا المجلس؟ ربما تجلس أنت وهو يومان وثلاثة فلا ينقضي. قالوا إذا كانوا في فلات فإذا تدابر فقد انقضى مجلس التعاقد، وإن كان في سفينة فإذا رقى أحدهما في أعلاها فقد انقضى مجلس التعاقد. إذن عرفنا المجلس ليس المراد به المجلس الذي بلهجتنا، وإنما المقصود بالمجلس مجلس التعاقد، وعرفنا ابتداءه وانقضاءه وعرفنا الحكم. بقي عندنا مسألة أريد أن تعلموها، وهو أنه لا يجوز لواحد من المتعاقدين أن يتعمد الخروج من المجلس لكي يسقط خيار صاحبه، وبذلك جاء الحديث عبد الله بن عمرو. وأما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإن عبد الله لم يبلغه الحديث، فيكون ذلك حيلة لإسقاط الأحكام الشرعية، وإنما يخرج المرء بعادته، جرت العادة أنه يخرج فيخرج، لكن لا تستعجل بالخروج لأجل أن تسقط حق صاحبك، لأن المقصود هنا من العقد أو المقصود من هذا الخيار معنى لمصلحة المسلمين، فلذلك لا يجوز التحير في إسقاطه. إلى الآن واضح؟ انظروا تتمة الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان جميعا، أي وكان في مكان واحد يجتمعان فيه، أما إذا لم يكن المجلس مجلسا واحدا فإنه حينئذ يسقط خيار مجلس لعدم وجود مجلس، مثل الآن التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الحديثة فإنه لا يوجد مجلس، فعندما تشتري عن طريق النت فإنما حينما تضغط أنك قد اشتريت لزم البيع لأنه لا مجلس هنا، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وكان جميعا. قال أو يخير أحدهما الآخر، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أو يخير أحدهما الآخر؟ معنى يقول قد أسقطت خياري، فالمرء من المتعاقدين له الحق أن يسقط خياره هو، وليس له الحق أن يسقط خيار صاحبه، يسقط خياره بعد التبايع يقول خياري أسقطته، فيصبح الخيار لمن؟ للثاني. المنهي عنه أن تسقط خيار صاحبك، كيف تخرج تتعمد الخروج؟ هذا منهي عنه. قال أو يخير أحدهما الآخر إذا أسقط خياره. طيب أسأل سؤالا وأجيبوني، لو أن اثنين تبايعا واتفقا عند البيع ألا خيار مجلس بينهما، هل ذلك جائز أم لا؟ وخذوا ذلك من الحديث، فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، ما رأيكم؟ نعم شيخ،
لهما ليس له، هما اتفقا ألا خيار مجلس بيننا، يجوز أم لا يجوز؟ نعم، نقول نعم، لأنه إذا كان أحدهما له الحق أن يسقط خياره فمن باب أولى إذا كان كل واحد منهما أسقط خياره. فإذا تبايع على ألا خيار بينهما، نعني خيار مجلس، فإنه يجوز لهما إسقاطه حين ذاك. طيب نعم، قال فإن خير أحدهما الآخر فتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، وهذا معنى انقضاء المدة الخيار، وهذا أحد الخيارين. طيب الخيار العقد في مدة الخيار يعتبر عقدا جائزا، بعد انقضاء مدة الخيار يصبح عقدا لازما لا يفسخ إلا بالتراضي. نعم. ومنها خيار الشرط، إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، رواه أهل السنن. نعم، قالوا من أنواع الخيار خيار الشرط، قال إذا شرط الخيار أو إذا شرط الخيار لهما، يعني اشترط أن الخيار لكل واحد منهما يومان أو ثلاثة أو أربعة أو أسبوع، يعني مثلا البائع يقول أريد أن أراجع أهلي والدي أسأله هل البيع، فيجعل الخيار له هو ولا يعلق البيع على رضا أبيه، وإنما يجعل الخيار له وهو ينوي أن يسأل أباه. والآخر يقول أنظر هل يصلح لأهلي هذه السلعة أم لا، لبناتي مثلا، وهكذا. فنقول فيجوز له أن يشترط الخيار، يقول لي الخيار ثلاثة أيام أربعة أيام أسبوع على ما اتفقا عليه، وهذا معنى قوله إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما، لكن من شرطه أن يكون مدة معلومة، لأنه إذا جهلت المدة هنا يكون فيه غرر، فحينئذ يلغو الشرط والعقد يكون صحيحا. ثم ذكر المصنف حديثا عظيما جدا هو من أصول المعاملات، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. المصنف لم يعقد بابا في أحكام الشروط، وإنما أورد الحديث هنا، فمن المناسب أن نتكلم عن أحكام الشروط. قبل أن نتكلم عن أحكام الشروط أريد أن أعطيك مصطلحين لكي لا تلتبس عندك المصطلحات. عندنا مصطلح يسمى شروط البيع، والمصطلح الثاني الشروط في البيع. الفرق بينهما أن شروط البيع هي التي شرطها الله عز وجل، فلا يصح البيع إذا اختلت أو اختل واحد منها. وأما الشروط في البيع فهي الشروط التي يتفق عليها المتبايعان، وهذه الشروط تسمى بالشروط الجعلية، أي جعلها المتعاقدون في العقد أو في البيع. الشروط في البيع جاءت السنة بإثباته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى من جابر دابته اشترط جابر حملانه، ورضي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم. وأصح أقوال العلماء القول الذي لا يسع الناس خلافه أبدا، لا يمكن أن نخرج عن هذا القول، وهو ما ذكره المصنف هنا، وهي الرواية الثانية في المذهب، أن الشرط في البيع جائز، والشرطان والثلاثة والعشرة لا حد للمنتهى، فيجوز كل شرط في كتاب الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. واضح؟ طيب هذه الشروط قلنا إنها جائزة مهما كان عددها، إلا أن تكون واحدا من اثنين فإنها حينئذ تكون مؤثرة، وكلها داخلة في عموم أحل حراما أو حرم حلالا. الشرط الأول أن يكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد، وقولنا إنه مخالف لمقتضى العقد معناه أي أن المرأة إذا عقد عقدا مع غيره فإن هذا العقد له مقتضى العقد شيء معين، فيأتي أحد المتعاقدين فيلغي هذا المقتضى، فنقول إن الشرط يلغو والعقد يصح. مثال ثم أذكر لكم الدليل: رجل اشترى من آخر بيتا، مقتضى العقد ما هو؟ أن المشتري يجوز له أن يسكن البيت. مقتضى العقد أن المشتري يجوز له أن يبيع البيت. مقتضى العقد
أن مشتري البيت يجوز له أن يؤجر البيت، أليس كذلك؟ لأن الملك يقتضي ذلك. فلو أن البائع قال أشترط عليك ألا تبيع البيت أو لا تؤجر أو لا تسكن، نقول العقد الشرط مخالف لمقتضى العقد، فالعقد صحيح والشرط باطل. الدليل، قالت عائشة كان في بريرة ثلاث سنن، منها أنها لما كاتبها أهلها أتت عائشة لتعينها، فقالت لها عائشة أعتقك يعني أشتريك فأعتقك، فقال أهلها فاشترط أهلها أن يكون ولاؤها لهم، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعتق، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. هؤلاء القوم باعوا بريرة لعائشة، هذا بيع، واشترطوا شرطا وهو الولاء، مع أن الولاء هو مقتضى عقد الاعتاق، فشرطهم مخالف لمقتضى العقد، فحينئذ يلغو الشرط ويصح العقد. النوع الثاني من الشروط، الشروط التي تكون مخالفة لحقيقة العقد، بأن تكون فيها فعل لمحرم، فعل شيء محرم، أو أن تكون تنقل العقد لشيء محرم، مثل يأتي زيد لعمرو فيقول أقرضتك 1000 ريال، القرض صحيح، وأشترط عليك إن لم تسددني فتعطيني عن كل يوم كذا أو أسكن في بيتك كذا، فنقول إن هذا الشرط نقل العقد من كونه قرضا إلى كونه ربا، فأصبح عقدا باطلا. ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، إما بنجش أو تلقي الجلب أو غيرهما. النوع الثاني من الخيار، قالوا الخيار الغبن، والغبن درجات، فإن الناس قد يتغابنون غبنا معتادا، وقد يتغابنون أكثر من ذلك الغبن. صاحب السوق الذي يبيع ويشتري يعلم أن هذه الغترة مثلا 10 ريالات، لكن في سوقه من يبيعها 10 ومنهم من يبيعها 20، فهذا الغبن مما يتغابن فيه الناس عادة، سعر مثلها 10 لكنهم يتغابنون به عادة إلى 20. إذن عندنا غبنان، الغبن الأول بيع السلعة بأكثر من سعر مثلها، والغبن الثاني بيع السلعة بسعر أكثر مما يتغابن به الناس عادة. وضح الاثنان، لأن الحكم يختلف فيهما. نبدأ بالغبن الأول. الغبن الأول لا يكاد أحد يسلم منه، حتى هذا التاجر الذي يدخل السوق هو يغبن، ما في أحد ما يغبن بأن تباع عليه سلعة بأكثر من سعر مثلها. ولذلك فإن الغبن، ركز معي، أعرف الدرس اليوم طويل، درس العصر طويل، لكن ركزوا قليلا، الغبن بزيادة سعر السلعة عن أكثر من سعر مثلها لا يثبت به خيار الغبن، وإنما يثبت به خيار الشرط. ذاك الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أغبن، قال قل لا خلابه، فمن اشترى من غيره سلعة واشترط ألا خلابتها أو أن يكون السعر سعر مثلها أو ألا يغبن عن سعر مثلها، فإذا بيعت بأكثر من سعر مثلها فله الخيار هنا لأجل الشرط. إذن الغبن بالزيادة عن سعر المثل لا يثبت به خيار الغبن إلا بالشرط، هذا واحد. النوع الثاني من الغبن أن يتغابن غبنا لا يتغابن به الناس عادة، الغطرة هذه تباع في السوق أقل شيء 10 سعر مثلها، هذا هو سعر مثلها، وأكثر ما يباع في السوق عادة لنقول تباع بكم؟ 30، هذا أكثر يعني الذي نقول تكون يعني دائما المحلات التي تكون أمام الناس أغلى من المحلات التي في الخلف، لنقول إنه في المحل الذي في الأمام وهكذا. جاء رجل مسترسل فقال بكم؟ فباعها له 50، السوق كله أغلى واحد في السوق يبيعها 30، نقول إذن يثبت لك حينئذ خيار الغبن، لأنها بيعت بأكثر من السعر الذي يتغابن به الناس عادة ولو لم تشترط. أنا قلت هذا التقسيم لما؟ لأني رأيت بعض الفضلاء
حتى إنه ربما ونقضت من المحكمة. بعض القضاة لما أراد أن يقدر الغبن الذي يثبت به خيار الغبن قال يقدر بسعر المثل. لا، ليس كذلك، وإنما يقدر بما يتقابل به الناس عادة، ففرق بين سعر المثل وبين ما يتقابل به الناس عادة. طيب، إذا ثبت خيار الغبن ما الذي يثبت؟ نقول لا يثبت لك إلا أمران، إما الإمساك فقط أو الرد فقط. لك ليس لك الخيار بأن تأخذ فرق الثمن، هذا هو المشهور عند العلماء خلافا لبعض أهل العلم الذين رجحوا كابن رجب جواز أخذ الأرش، ولكن المعتمد أن خيار الغبن لا يثبت فيه إلا أمران، إما الرد أو الإمساك، وليس للمغبون أن يأخذ الفرق إلا برضا الطرف الثاني. طبعا منها النجش وتلقي الجلب فله الخيار فيعتبر مغبونا. النجش أظني أشرت له قبل قليل في الحديث، وصورة النجش إما في البيع أو في الشراء، ويكون في بيوع المزايدات. بيوع المزايدات احنا نسميها الحرج، يأتي الشخص فيزيد في السلعة من لا يريد شراءها، أو يمتنع منها من لا يريد شراءها. إذا أرادوا أن ينفعوا المشتري فيأتي الجالب للسوق فيتفق الذين يتزايدون على ألا يزيدوا على 10، فإذا وصلت 10 وقفوا، وسيأخذها أحدهم ويقتسمونها بينهم، هذا بيع نجش فلا يجوز. الصورة الثانية أن يزيد فيها من لا يريد شراءها لمنفعة البائع، قيمتها 5 فتصل ل5 ويقول 6 7 8، لا يريد شراءها وإنما يريد منفعة البائع، نقول أيضا هذا لا يجوز، فيصبح الخيار حينئذ للمشتري. ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وفي لفظ: هو بالخيار 3 أيام. نعم، النوع الثالث أظن من الخيارات خيار التدليس، والتدليس معناها التغيير في الصفة، فيخفي البائع بعض الصفات غير المرغوبة. والتدليس كثير جدا، وهذا واضح في السلع، يخفيها يجعلها أسفل وهكذا، فهذا يثبت به التدليس والخيار. الأصل في التدليس التصرية، وهو بيع المصرة. يأتي شخص عنده دابة، إما شاة أو ناقة يكون فيها لبن، فيأتي ويجعل يشملها يعني يجعل خرقة على ثديها ويترك حلبها أياما كثيرة، فيأتي المشتري يظن أن هذه الدابة اللبن الذي في ضرعها هو لبن يوم، وهو في الحقيقة إنما هو لبن يومين أو 3، فيشتريها، فإذا انتقل إلى بيته حلبها اليوم الأول، اليوم الثاني لا يوجد فيها لبن أو حليب، فحينئذ يكون قد دلس عليه، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار. خيار أو المصرة، هذه المصرة هي الأصل في التدليس، لكن المصرة خصت بحكمين خاصين بها. الأمر الأول أن المصرات إذا ردها المشتري فإنه يرد معها صاعا من تمر، ويكون رد الصاع من تمر في مقابل الحليب الذي شربه، فيكون من باب التقويم. وأما ما عدا فلا، فإنه يرد العين كما هي، لأنه لا يكون منها شيء مستهلك. الحكم الثاني المتعلق بالمصرة أن العلماء يقولون إن خيار الفسخ الأصل فيه أنه يكون على التراخي، فخيار التدليس يثبت بالتراخي إلا إذا دل الدليل على الرضا، إلا في المصرة فإنه مخصوص بثلاثة أيام ولا يزاد عليها للحديث الذي هنا، ووقف فقهاؤنا فيه مع النص. وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه. نعم، هذا الخيار الرابع والخامس، وهو خيار العيب. وخيار العيب بأن يجد في العين عيبا. الفرق بين التدليس والعيب أن التدليس ليس عيبا، وإنما هو راغب في صفة أخفيت عنه، وأما العيب فإن العيب
شيء ينقص الثمن فلا يكون عالما به. قال وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار. طيب الخيار يكون بين ماذا؟ فقط خيار العيب يكون بين ثلاثة أشياء، بين الرد وبين الإمساك، وبين الإمساك مع أخذ الأرش، فيجوز له ذلك. ولذلك قال المصنف فإن تعذر رده، أي لم يمكن رد العين لتلفها مثلا، تعين الأرش فليس له إلا أخذ الأرش، وليس له رد العين مع أخذ قيمتها. وهذه مسألة الأخيرة فيها يعني خلاف بين بعض أهل العلم، لأن بعضهم يقول إذا تعيبت فلا يكون هناك تعذر كامل، وإنما التعذر بتلف العين. نعم. وإذا اختلف في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسخ. نعم، هذا الخيار الذي بعده، وهو سمى الخيار في الخلف في الثمن. صورة ذلك وجاء فيها حديث ابن مسعود، صورة ذلك زيد وعمر تبايعا عينا، ثم بعد يومين ذهب إلى شخص فقال عمرو وهو البائع بعت هذه السلعة لك بألف، فقال المشتري لا، وإنما بعتها لي بثمانمائة. فهنا اختلف في ماذا؟ في الثمن، فأحدهما يزيد وهو البائع والآخر ينقص وهو المشتري، ولا بينة، إذ لو كانت بينة فإنه يحكم بها. فنقول حيث لا بينة فإنهما يتحالفان، ويجب أن يبدأ بالبائع قبل المشتري وبالنفي قبل الإثبات. فيقول البائع أولا ابتداء والله ما بعتها بكذا وإنما بكذا، ويأتي المشتري فيقول والله ما اشتريتها بثمانمائة، ما اشتريتها بألف وإنما اشتريتها بثمانمائة. فإذا تحالفا جاز لكل واحد من المتعاقدين وهو البائع والمشتري الخيار، إما أن يمضي وإما أن يفسخ. فالبائع له الخيار أن يمضي، فإذا أمضى كانت السلعة بثمانمائة وإما أن يفسخ. والمشتري له الخيار أن يمضي فيدفع ألفا وإما أن يفسخ. إذن فلكل واحد منهم الخيار بين الإمضاء وبين الفسخ. وقال صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته، رواه أبو داود وابن ماجه. ذكر ختم هذا الباب بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل، والإقالة معناها في العقود اللازمة، فإذا لزمت العقود فلم يكن أحد الموجبات السابقة التي تبيح فسخ العقد من أحد الطرفين، ثم ندم واحد من المتعاقدين على البيع لأي سبب من أسباب الندم، فإنه يندب لصاحبه أي المعاقد معه أن يفسخ، وليس بلازم ذلك ولا بواجب، وإنما هو على سبيل الندب. باب السلم. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك بالحديث عن السلم. وبيع السلم قيل إنه على خلاف سنن القياس، ومعنى كونه أنه ليس على سنن القياس معنى ذلك أي أنه القاعدة جاء على خلافه، إذ القياس عند العلماء هنا معناه القاعدة العامة، وليس مرادهم قياس العلة وإنما مرادهم القاعدة العامة. وجه كونه ليس على سنن القياس، قالوا إن الأصل أن الشخص إنما يبيع ما كان في ملكه، وهنا في السلم باع المرء ما ليس في ملكه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه باع ما يحتمل الوجود والعدم فكأن فيه غرض، وقيل غير ذلك. والصحيح أن الشريعة كلها على سنن واحد، وأن القياس فيها مضطرد، كما قال عمر رضي الله عنه واعرف الأشباه والنظائر، واعرف الأشباه والنظائر ثم قيس الأمور بعد ذلك. فإن السلم ليس مخالفا للقاعدة الكلية، ولذلك فإن النهي إنما جاء عن بيع ما ليس عندك، ولم ينهى فيه عن بيع ما لا تملك. وهذا في معنى ذلك، أي في معنى ما هو عنده، لأنه يغلب على الظن وجوده. ما هو السلم؟ العلماء يقولون إن السلم، واحفظ هذا التعريف، هو بيع موصوف في الذمة بثمن حال مقبوض. فقولهم بيع موصوف أي أنه ليس بيع معين،
فقولنا موصوف نستفيد منها فائدتان. الفائدة الأولى أنه ليس معين، إذ الموصوف يقابله ماذا؟ المعين. ما الفرق بين المعين والموصوف؟ المعين هو شيء واحد، هذا لا يوجد في الدنيا معين إلا هذا. عندما أقول هذا فلا توجد قنينة في الدنيا إلا هذه القنينة لأنها معينة، هذا معين. أما الموصوف فيصدق على أكثر من واحد، فأقول قنينة هيئتها كذا وكذا وشكلها كذا وكذا. الموصوف قد يتكرر على أكثر من شيء، بل قد يصل هذا أو قد يصدق هذا الوصف على مئة وألف ومليون، المصانع تصنع منها ألوف المؤلفة. إذن قولنا بيع موصوف نخرج من قولنا إنه موصوف المعين، فالمعينات لا يجوز السلام عليها، هذا واحد، وإنما يجوز البيع. الأمر الثاني أن معنى قولنا إنه موصوف أي أنه ذكر فيه وصف يميزه، فلا بد أن يميز بالوصف، فيذكر فيه وصف، فيذكر فيه كل وصف يكون مؤثرا في الثمن. كل وصف في المعقود عليه له أثر في الثمن، فلا بد من ذكره عند التعاقد. بيع موصوف في الذمة، معنى قولنا إنه في الذمة يعني مؤجل، وبناء على ذلك فإنهم يقولون لا يجوز بيع السلم الحال بثمن حال مقبوض، لا بد أن يكون حالا، لو كان مؤجلا لكان بيع دين بدين وهو مجمع على حرمته. وقلنا إنه مقبوض لأن العقود ثلاثة أنواع، منها ما يلزم فيه التقابض، ومنه ما يكون القبض فيه شرطا للصحة كالسلم والصرف، ومنه ما يكون شرطا للزوم كالرهن والهبة، ومنه ما يكون شرطا لجواز النقل كالبيع، وقد أشير له بعد ذلك. نعم، يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفات. هذه المسألة الأولى، أن كل ما ينضبط بالصفات فإنه يصح السلم فيه. ما الذي ينضبط بالصفات؟ أولا المكيلات كلها تنضبط بالصفات، ثانيا الموزونات كلها تنضبط بالصفات، ثالثا المذروعات مثل القماش، عندما تذهب لصاحب القماش تقول أريد منك في الأسبوع القادم 5 أو 5 أمتار من هذا القماش، فهذا يسمى مذروع. رابعا المعدودات، المعدودات بعضها يصح السلم فيها وبعضها لا يصح، الذي يصح السلم فيه هو الذي ينضبط بالصفة، وما لا ينضبط بالصفة فلا يصح. هذه القناني لما كانت دقيقة الصنعة فإنه يجوز السلم فيها، وهذا اللي نفعله. تذهب لمصنعة القناني فتقول أريد 1000 قنينة الأسبوع القادم أو الشهر القادم، فيعطيك إياه، نقول يصح لأنها منضبطة ودقيقة الصنعة. أما الصنعة غير الدقيقة مثل المصنوعات اليدوية، المصنوعات اليدوية هذه ليست دقيقة الصنعة، فقد تكون فوهت مثلا الجرة، قد تكون فوهت الجرة صغيرة أو كبيرة، وقد يكون بطنها صغيرا أو كبيرا، فالحجم مختلف. فالمصنوعات غير الدقيقة لا سلم فيها، إنما السلم في الأشياء الدقيقة. نعم، إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. نعم، إذن الشرط الأول أنه لا بد أن يذكر في المسلم فيه جميع الصفات التي يختلف بها الثمن، سواء كان لونا أو هيئة أو جودة وغير ذلك من الأمور تختلف باختلاف السلع. وذكر أجله. وذكر أجله، أي لا بد من ذكر الأجل، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فلا بد من ذكر الأجل، فإن لم يذكر الأجل فإنه يبطل. وأعطاه الثمن قبل التفرق، أي لا بد أن يكون الثمن مقبوضا قبل التفرق من مجلس التعاقد، فإن تفرق من مجلس التعاقد ولم يقبض الثمن فالعقد باطل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يعني هذا الحديث هو الأصل في باب السلم، وقول ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون، هذا العقد يسمى سلفا ويسمى سلما، فبلغة أهل الحجاز يسمى السلف، وبلغة أهل الكوفة والعراق يسمى سلم. واختار العلماء تسميته بالسلم عندنا لكي لا يشكل على طالب العلم فيظن أنه شبيه بالقرض، لأن القرض يسمى أيضا في لسان العرب سلفا،
فمن باب درء اشتراك الألفاظ سموا هذا العقد أو اختاروا الاسم الثاني وهو السلم. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث من أسلم. نعم، قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. هذا يدلنا على أمور: أمر الأول أنه لا بد من معرفة مقدار المسلف فيه، الأمر الثاني أنه لا بد من معرفة من كونه مما ينضبط بالصفات كأن يكون مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو من المعدودات التي تنضبط، الأمر الثالث أن هذا يدلنا على أنه لا بد من العلم، لا بد من العلم به بذكر صفاته الموصوفة، لأن قوله معلوم أي الكيل معلوم والمكيل معلوم بصفته، فلا بد أن تكون صفته معلومة. إذن فقوله معلوم يعود إلى أمرين: لمقدار الكيل وللشيء المكيل، فيكون دالا على المقدار وعلى الصفة. والأمر الأخير قوله إلى أجل معلوم يدل على وجوب تحديد الأجل الذي يبذل فيه الذي يكون عنده السلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. نعم، هذه الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى لنكتة لطيفة، وهي أن بعض من الناس يتحيل في أكل أموال الناس عن طريق السلم. كيف؟ يأتي شخص لآخر فيقول: أعطني ألفاً وسأجلب لك بعد شهر البضاعة الفلانية، فيأخذ هذه الألف ويستعملها، فإذا جاء وقت الأجل قال: لم أجدها. هذا الذي أعطاه المال ما الذي له؟ قالوا: ليس له إلا أحد أمرين: إما أن ينتظر حتى يأتيه بالمسلم فيه، أو يأخذ رأس ماله فقط. ليس له أن يأخذ أكثر من رأس ماله مع أنه جلس عنده سنة كاملة. فذاك المتحين يستطيع بحيلة أن يأخذ من آخر مبلغا ويرده إليه بنفسه من غير زيادة بحيلة محرمة. ولذلك لما كان هذا العقد فيه العدل حرم على من أخذ المال بقصد عدم الأداء العقد. هذه من جهة. ومن جهة أخرى أن كل من عاقد مسلما فيجب عليه أن يصدق في عقده سواء كان سلما أو غيره. نقف عند هذا الجزء ونقبل بمشيئة الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.